السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، بنرحب بيكم عبر شاشة قناة الناس وحلقة جديدة من برنامجنا مع الناس كل يوم في هذا التوقيت. خلونا قبل ما نبدأ فقرات حلقة الليلة، وهي يعني حلقة متميزة سواء بأخبارها أو بموضوعها وضيفها الكريم، نبدأ بمقصد آية، نستمع إلى مقصد آية ثم نعود إلى حضراتكم. لكن خلونا دايما الحقيقة بنسعد جدا بمشاركة حضراتكم لينا لما بنطرح بعض الأسئلة على يعني صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بعض الأسئلة اللي بتستهدف يعني رفع الوعي وتنشيط الذاكرة، هنشوف سؤال الحلقة الليلة، وبتقدروا حضراتكم تدخلوا على يعني صفحة البرنامج على موقع فيسبوك تقدروا تجاوبونا. ما هي الصورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ الإجابات الصحيحة زي ما عودناكم بنقولها في النهاية، ما هي الصورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ طيب خلونا نسمع هذه الآية من سورة الروم ثم نعود لنتعرف على العديد من تفسيرها أو تفسيراتها ومعانيها. صدق الله العظيم. نتوجه مباشرة إلى الأستاذ الدكتور محمود منصور، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، الموجود معنا عبر الهاتف لنسأله عن تفسير هذه الآية. دكتور محمود أهلا وسهلا بفضلتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ شريف، أسعد الله أوقاتكم. ربنا يبارك في فضلتك. الآية الكريمة وتفسيرها ومعناها يعني دكتور محمود، لنبسط يعني للسادة المشاهدين ولنا بالتأكيد. نعم سيد الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلنا من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. كل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية ومصر الحبيبة بخير وعافية رب العالمين يا رب. هذه الآية الكريمة سيدي باختصار شديد تبين وتتحدث عن أحوال بعض النفوس البشرية في حالتي العسر واليسر، نعم، سواء في حالة العطاء أو في حالة المنع. الله سبحانه وتعالى يبين فيها هذه الأحوال المتغايرة والمتقلبة لهذا الإنسان. يقول جل جلاله: وإذا أذقنا الناس رحمة. المراد بالرحمة هنا كل خير يصيب الإنسان، نعم، صحة، غنى، أمان. فبعض الناس إذا أعطاهم الله عز وجل شيئا من الصحة أو الغنى أو الأمان أو الوجاهة فرحوا بها. طبعا قطعا الفرح بالنعمة بمعنى السرور بها يعني ليس مرفوضا شرعا ولا عقلا طبعا، لكن الفرح المراد به في الآية الكريمة فرح التكبر أو عدم شكر النعمة أو عدم استعمالها فيما خلقت له أو في شكر المنعم تبارك وتعالى. فبعض الناس يعني يغر بهذه النعمة فيبدأ يتكبر وربما ينسى شكر هذه النعمة ويستعملها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى، وقطعا هذا هو الفرح المذموم الذي أشارت إليه الآية الكريمة. إذا نستطيع ببساطة شديدة وباختصار شديد أن نقول الفرح هنا معناه الجحود والكفران للنعم، وليس مجرد السرور بالحصول على النعم. صحيح. الإنسان يعني بطبيعة الحال إذا وسع الله عليه في الرزق أو أكرمه سبحانه وتعالى بعطاء أو بارك له مثلا في نجاح ولد أو غير ذلك يفرح هذا الإنسان العاقل، لكن الفرح المذموم المراد به أن يكفر بهذه النعمة، نعم، أو أن يستخدمها في غير المكان الذي ينبغي أن تستخدم فيه. أنا بشكرك، شكرا. بعد ذلك تفضل. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن حال هذه النفس في حالة أخرى وهي حالة الشدة، نعم، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يعني هذه النفس إذا أصابتها شدة أصابتها مصيبة بما قدمت أيديهم، والباء هنا كما يقول علماء التفسير باء السببية، يعني إذا أصابتهم مصيبة بسبب ما قدمت أيديهم بسبب شؤم معاصيهم وإهمالهم بشكر الله عز وجل على نعمه إذا هم يقنطون. تراه يعني يسرع الإنسان باليأس من رحمة الله وربما يعترض على قضاء الله، ونسمع كده بعض الناس يعني في الشارع يقول يعني يا ربي لماذا فعلت بي كذا وكذا، هذا طبعا لا يجوز شرعا بحال من الأحوال. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود منصور أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف على كل هذه الإضافات والإضاءات لمعاني هذه الآية الكريمة من سورة الروم. هننتقل إلى خبر تاني مع حضراتكم في هذه المرة من وزارة التموين، لأنه الحقيقة صدر توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية اللي بتنتج الخبز يعني المدعم ومنافذ صرف السلع التموينية والأنشطة التجارية
خلال شهر رمضان. الحقيقة هيتم السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8:00 صباحا وحتى 5:00 مساء قبل الفطار، مع استثناء بعض المخابز للعمل خلال الفترة المسائية حتى 9:00 مساء، وده هيكون بناء على يعني خطة المديرية في كل محافظة وطلبات المخابز نفسها، على أن تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على الصائمين وعلى المواطنين، بالإضافة إلى أنه هيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين وأخرى فرعية بالإدارات يعني في الأحياء والمراكز التموينية لمتابعة استمرار أو استقرار الحالة التموينية، وكمان تلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها. طيب خلونا نروح لخبر مهم جدا من له علاقة بالصحة، يعني هذا الخبر هو من المركز القومي للبحوث اللي أصدر نشرة طبية لمرضى السكري أو تتضمن الحقيقة عدد من القواعد والإرشادات العامة للصائمين من المصابين بمرض السكري. من ضمن هذه القواعد والإرشادات أنه يجب الحرص على قياس مستوى السكر في الدم عدة مرات يوميا، الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور، ممنوع تماما ممارسة الرياضة خلال ساعات الصيام، بنتكلم عن المصابين بمرض السكر، وغيرها من النصائح المهمة اللي خلونا نتعرف على المزيد منها. يعني أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والجميع يتوق إلى هذا الشهر وإلى الصيام، فإزاي نستقبله والمرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة إزاي يتعاملوا معاه. نروح للأستاذ الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب قصر العيني. أهلا وسهلا دكتور، مساء الخير، إزاي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ربنا يخليك يا دكتور محمد. خليني يعني استاذن حضرتك في البدايه في مجموعه من الارشادات العلميه الطبيه من حضرتك للمصابين الصائمين الاول من المصابين بمرض السكري اللي بيصوموا. يعني السكر احنا كتير جدا مش فاهمين يعني ايه مرض السكري. مرض السكري ده نقص في الانسولين او خلل في الانسولين. صحيح. خلل في مستقبلات الانسولين للاستجابه ليه، يعني بنوعيه، النوع الاول والنوع الثاني. طيب في حاجه اسمها الكتله السكريه، وحاجه اسمها يعني حاجه اسمها الجلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود. الجلايسيميك اندكس يعني الاكل، الكتله السكريه اللي هاكلها وهترفع لي السكر بشكل سريع جدا. ودي من احنا ما كناش فاهمين ده زمان، احنا ادركنا ان ده من الحاجات اللي هي بتعمل لنا تذبذب، الاكلات اللي بتعمل لنا تذبذب سريع في مستوى السكر في الدم، بعد ما ناكلها ترفع السكر مره واحده ويبتدي ينزل، يعني اللي بيها امتصاص سريع اللي هو حاجه اسمها جلايسيميك اندكس بتاعها عالي. زي كلمه السكر نفسه، زي الدقيق الابيض نفسه، دي تعمل لنا اثار جانبيه حتى لو الكتله السكريه بتاعتها قليله، حتى لو انا واكل منها كميه بسيطه. تمام. ففي اكلات ترفع لنا السكر مره واحده دي خطورتها يعني سيئه، حتى لو انا المنسوب العام بتاع السكر منتظم والسكر التراكمي على مر الثلاث شهور منتظم والسكر التراكمي على مر الثلاث اسابيع اللي هو التركتوز امين منتظم. وفي حاجه اسمها انا باكل كتله سكريه مره واحده كبيره، يعني انا باكل كم كبير رز مثلا بقشره اللي هو او الدقيق كامل، فده ما بيتمش امتصاصه مره واحده، ده بيتم امتصاصه ببطء، بس انا اكلت منه كميه كبيره، انا بقى عندي كتله سكريه عاليه، اكلت سكر كتير امتص ببطء، فالاثنين ليهم مشكله، ما يطلق عليه جلايسيميك لود وجلايسيميك اندكس. ده بشكل عام لكلمه مرضى السكر. عظيم. في ناس بتعتمد على الانسولين، ده النوع الاول، او اللي خلاص اللي فقدوا القدره في النوع الثاني. وفي ناس بتاخد ادويه. فالناس اللي بتاخد السكر بشكل عام وما عندهم بعض المضاعفات دول بنقول لهم ما تصوموش. تمام. يعني اللي بياخد انسولين طبعا. وليس على المريض حرج، وربنا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب تؤتى ان تؤتى فرائضه او عزائمه. فالناس اللي عندها مضاعفات السكر، الناس اللي مش عارفه تظبط منسوب السكر، هي مشكله السكر في ايه؟ مشكله السكر في مضاعفاته على المدى البعيد، ان هو لو انا مش هظبطه انا هياثر لي على الكلى، هياثر لي على عضله القلب، هياثر على الابصار وشبكية العين، وهيأثر على الأعصاب، هيعمل لي التهاب طرفي في الأعصاب.
ده وده احنا بنقدر نقيس الكلام ده، ان دوريا لازم نعمل كشف دوري على قاع العين، ولازم نعمل كشف دوري حاجه طبعا. اسمها زلال دقيق في البول عشان اشوف الكلى، واعالج الالتهاب الطرفي بتاع الاعصاب عشان ما يجيليش القدم السكري وخلافه. صحيح. فدي حاجات من اللي لابد ان انا ابتدي اظبطها سواء انا في الصيام او بره الصيام. هل الصيام وهنا مهم اقول نقول نوضح للساده المشاهدين ان كل حاله على حده، يعني كل مريض له ظروفه الخاصه، وبالتالي مهم هنا بالضبط، ارشادات ولازم طبيبه الطبيب الخاص يا هو دكتور اللي محمد. القرار في مثل هذا الامر. لكن ما فيش حاجه يعني، حتى الذين يعني يطيقونه ممكن يفطر. يعني طبعا احنا يعني مشايخنا هم اكثر جداره مننا في يعني هم تعريف المشايخ هذا بيسيبوا الامر. الموضوع ده علميا، يعني زي ما حضرتك تفضلت من الناحيه الطبيه والعلميه، الناحيه الشرعيه ما فيش فيها كلام، هم بيوكلوا الامر على طول للطبيب، يعني يقول لك قراره يعني. فالموضوع له علاقه بالحفاظ على صحه الانسان، وهنا قرار الطبيب يعني. بالضبط، لان هي اهم حاجه، القيمه هي حياه الانسان وصحه الانسان. صحيح. نيجي هل الصيام له فوائد؟ طول العمر ما كناش ندرك ان الصيام له فوائد، ما كناش ندرك هذا الامر. لكن النهارده العلم الحديث، انت صحيح. بتستخدم، انا بس هقول لك استخدامات سريعه للصيام. انت بتستخدمه للتخسيس، الصيام المتقطع. الصيام المتقطع انت بتستخدمه يعني اللي احنا شايفينه ده بشكل عام لحاجه اسمها مضادات الاكسده، يعني تنقيه الجسم من السموم. ده الحاجات اللي احنا طيب ابتدينا ندركها في الغرب بعيدا ان عن شاء كلمه الله. الدين، عشان مش عايزين نخلط الدين بالعلم بخلافه. صحيح. لكن احنا النهارده بقى الفوائد العلميه الرسميه، انا بس قلت واحد الحاجات اتنين السريعه تلاتة يعني. سريعا كده لو اذنت لي يا دكتور محمد، اتفضل. اول حاجه، الصوم هو اهم محفز للمناعه الذاتيه، innate immunity. ده ما كناش ندرك هذا الكلام، طبعا لم نكن ندرك هذا الكلام حتى وقت قريب، حتى عام 2017. احنا قلنا ان اهم محفز للمناعه اللي هي المناعه الاساسيه innate immunity، ده الصوم، ده اهم تمام. حاجه في الدنيا. تمام يا دكتور. الصيام بعيدا عن من الحاجات اللي بتحافظ لنا على الكبد، الكبد الدهن كثير. ممتاز. احنا طول عمرنا كنا دايما نقول للناس اغسلوا من السكريات للكبد او خلافه، الكلام ده ما مش هو الحقيقه. احنا ابتدينا نتفاهم في هذا الامر بشكل مختلف، لان اثناء الصيام احنا السكر ده في يعني كثير من الفوائد والابحاث العلميه اللي محتاجين نتكلم فيها، واحنا فعلا في قناه الناس مخصصين حلقه مهمه يعني ان شاء الله تذاع خلال هذا الاسبوع دكتور محمد، وان شاء الله حضرتك تبقى ضيفنا في حلقه من هذه الحلقات المهمه اللي هنتكلم فيها عن الاعجاز العلمي وفكره الصيام وفوائده وبعض المحاذير في عمليه الاكل والشرب خلال يعني فتره الافطار بعد نهار رمضان. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد المنيسي، استاذ جراح الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب القصر العيني. وكمان مشاهدينا الكرام، عندنا فاصل سريع هنرجع نتكلم في الفتره اللي جايه في حوار مهم جدا عن الابتزاز وحكمه من الناحيه الشرعيه، الابتزاز ازاي بكل انواعه، بس هنركز عن فكره الابتزاز الالكتروني والناس اللي بتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي الان لتحقيق مآرب وابتزاز ونشر فضائح وخلافه، مع عالمنا الجليل الدكتور السيد عبد الباري، طبعا احد كبار علماء الازهر الشريف. ابقوا معنا سنعود اليكم. رجعنا لحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام زي ما وعدناكم، وهنتكلم ونناقش في يعني قضيه او موضوع خطير وله علاقه بالأخلاق في المجتمعات، مرتبط كمان بسلوكياتنا وطرق استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت إدمان عند الكثيرين الحقيقة، اللي للأسف بعض الناس بتسيء استخدام هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، بل إنه هناك أصبح ما يسمى بالابتزاز الإلكتروني سواء كان مادي أو أخلاقي. في كل الأحوال هو خطر على المجتمعات، ويجب أن ننتبه له ونوضح الأحكام الشرعية المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني، وكمان الأحكام الشرعية المرتبطة بتعاملنا مع مثل هذا النوع من الجرائم، لأنها صنفت جرائم إلكترونية الحقيقة، ومع الابتزاز بشكل عام في حياتنا إزاي نتعامل معها. هنعرف حكم من يقوم بهذا النوع من الابتزاز، حكم المشاركة
في إشاعة أو نشر الابتزاز وهذه الجرائم، والأهم إزاي نتعامل مع الابتزاز إذا تعرضنا لابتزاز؟ هل الحل هو الموت والانتحار أو الانزواء خوفا من الفضيحة المجتمعية؟ الأفضل المواجهة وإثبات الحقيقة ورد المظالم الحقيقة إلى أهلها يعني؟ كل دي أمور مهم نعرفها علشان نعرف إزاي نتعامل في مجتمعاتنا ونواجه هذا الغول المسمى بالابتزاز الإلكتروني اللي له تأثير كبير جدا على السلام المجتمعي. خلوني أرحب بضيفنا الكريم وعالمنا الجليل في بداية هذه الحلقة اللي هنسعد بصحبته، وهو عالمنا الجليل فضيلة الدكتور السيد عبد الباري، أحد كبار علماء الأزهر الشريف الذي أرحب به دائما وأبدا يعني. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، كل عام وانتم بخير. في الشرع هل هناك ما يعرف بالابتزاز فضيلة الدكتور بالأساس يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مفردة الابتزاز مفردة مزعجة وتحمل في طيتها مشاعر سلبية ومشاعر فيها سلب ونهب وسطو صحيح وخيانة. والعرب يقولوا عز فبز، عز يعني غلبة سطى، فبز فانتهك الحرمة، يعني علوه وسطوته يغتر بقى بيحصل كده. ولذلك التواضع في الشريعة هو الأصل، هو الممدوح في الشريعة، أن الإنسان يكون عزيز في نفسه لكن بين يدي ربي مفتقرا ومنكسرا ومع الخلق متعاونا. الأصل في العلاقة أن الله تعالى خلق الخلق ليتعاونوا وليتعارفوا وليتحابوا ويتوادوا في الله سبحانه وتعالى وفي الإنسانية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما تقول لي وسائل التواصل، ده شيء مهم في حياة الإنسانية لمزيد التواصل، يسموها وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مزيد من التواجد والتحابب والتعارف والتآلف، بنتشارك في الأفراح والأتراح. لكن أن تتحول المسألة إلى كونها بقى يعني سكين موضوع على رقاب صحيح. الخلق هو هنا المشكلة، هنا المشكلة. ربنا خلق الخلق ليتعاونوا، قال لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فخلق الله الخلق على هذا للتعمير لا للتدمير، للبناء لا للحرق. صحيح. فالأصل في علاقات الخلق علاقة إيمانية سوية، إيمانية منطلقها الإيمان. لازم لابد أن يكون أن الإنسان يكون سوي من منطلق أن الله مطلع عليه ورقيب عليه، شاهد وناظر وحاضر سبحانه وتعالى. فأنطلق ناحيتك بالتآخي والتوادد. كل علاقة إيمانية ليس فيها توادد يبقى الإيمان مشوه وناقص، يحتاج صاحبه إلى دواء. يا سلام. طيب كل علاقة فيها توادد وتحابب ليس فيها الله، يبقى ناقصة، اكتساب ومنفعة سرعان ما تزول وتنتهي. صحيح صحيح. طيب هذه اللفظة أو هذه اللفظة المفردة المزعجة المزعجة اللي تحول إلى سلوك، هل هو سلوك حديث أو دخيل على مجتمعاتنا ولا كان موجود؟ موجود في عهد العرب وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. موجود لكن ليس بنفس هذا النمط. تعرف أن سلوكيات الناس بتختلف من زمان إلى زمان لاختلاف الأنماط وطريقة التفكير، لكن القاعدة العامة القرآن بيأصلها، يقول وإحنا استمعنا إلى سيدنا الشيخ عبد الباسط وهو يرتل هذه الآية العظيمة. نعم. إن الذين يحبون، وشوف شوف دقة اللفظة القرآنية، أنا ما عملتش حاجة لكنه متشهي لجيوع وانتشار هذه المصائب في المجتمع. هو مجرد عنده تشهي، يقول لك أنا ما عملتش حاجة، لكن هو مشارك ولو بوجدانياته. يا سلام. مشارك بقلبه، فرح، عنده فرح وسرور لإشاعة وزيوع مثل هذه السلوكيات السلبية في الناس. لمجرد الحب تبقى مشكلة. طب لما لو شارك يبقى قاذف للمحصنات، يبقى ده حد مرتكب لحد. صحيح. والعياذ بالله. هل غياب الوازع الديني عند البعض خصوصا من الشباب، لأنه الموضوع ده منتشر شوية في أوساطهم دكتور سيد، هو السبب الرئيسي في عملية الابتزاز ولا في أسباب أخرى من وجهة نظر فضلتك يعني؟ الأصل في كل الأمور مراقبة الله كما تقدم. مراقبة الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان بينه وبين الله صلة ودية تقديرية. الله معه حيثما كان، أينما حل، حيثما ارتحل.
لكن إذا فقد الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى اللي احنا بنسميها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، هنا انطلق الإنسان وفق شهواته ونزواته، مفيش ضابط لأنه الإنسان عنده تركيبتين، عنده تركيبة روحانية وعنده تركيبة مادية. التركيبة المادية دي محفوفة بالشهوات، شهوات الإنسان تقوده ونزواته تأخذه والعياذ بالله إلى يعني مهالك ومهاوي. فالوازع الديني ده أهم موضوع في الحكاية، لكنه من أين يأتي الوازع الديني؟ الوازع الديني إنما ينشأ من التربية. البيت أولا، الأسرة أولا. أنا بشوف إن إحنا بالغنا شوية في عصرنا الحديث في مسألة الخصوصية. يعني كان قديما الحياة مفتوحة شوية، والابن بيربى في بيت أخواله وأعمامه، واختلاط بين الأسر والعائلات الكبرى. فلما حصل بقى موضوع إن بقى شقق، ما بقتش بيوتات زي البيوتات القديمة، بقى كل واحد عنده شقة، وحصل هجرة ويعني وبعد، بس كل واحد بقى عنده شقة. حتى أخويا ساكن جنبي مش ساكن معايا، بقى جار، وبقى مش ولاد عمامي معايا، ده ولاد عمامي بقوا لمجرد المعارف. فحصل مبالغة في الخصوصية. طب والخصوصية الأكثر إن يسيب الولد يتعرف على الحياة ويتعرف على العالم بمعرفته من خلال التليفون، فبقى أخذ وبعدين بقى فيغلق الغرفة على نفسه، وله عالمه الخاص في الموبايل ومع الإنترنت ومع الشبكة، ولا يدري الناس أنك على الهواء. أنت مش لوحدك في الكون الوقتي. صحيح. كونك مسكت هذا يعني الهاتف، كونك اطلعت على هذه الوسائل، أنت الآن العالم كله يراك، وأصبح أسير كمان للأسف الشديد لكثير من المواقع ولهذه الخاصية. ما هو أنا إذا دخلت على هذا العالم المفتوح الآن، عزك الله، أنا لي تشبيه يعني أنه عارف أنت الباسكت الكبير اللي مليء بالأوراق، فواحد يقول لي أصلا أنا عايز أدخل أجيب ورقة قرآن من جوه. أنت ونصيبك بقى هتقعد تقلب في الورق اللي جوه ده، ورق بقى مليء والعياذ بالله بمصائب ومشاكل ويعني انتهاك للحرمات. صح، في ورقة قرآن جوه، ورقة دين، ورقة أخلاق، ورقة سلوك، لكن انت ونصيبك على ما توصل لها شوف هتقابل كم من المشاكل والمهالك اللي هتقابل. طب مين فينا بقى يستطيع انه يصبر على ما يروح عند السلوك الصالح اللي هو بيبحث عليه بعد الكم الهائل من الأخبار والصور والأشياء اللي بتتقذف على عقله؟ مين فينا يستطيع أن يصبر إلا بقى اللي عنده سلوك قويم، أخلاق حميدة، مراقبة لله سبحانه وتعالى. والإنسان برضو ابن بيئته وابن أسرته طبعا، وابن مكانه وابن صحيح. جيناته. فإذا الوالد اقتصر دوره على أنه وزير مالية البيت فقط هتبقى مشكلة. صحيح. يعني لنا حوار يطول فضيلة الدكتور سيد بعد الفاصل لو أذنت لنا. نرجع لمشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا مشاهدينا الكرام. أرحب بحضراتكم مجددا مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذا اللقاء المهم اللي بنتكلم فيه عن الابتزاز، خصوصا الابتزاز الإلكتروني اللي بعض الشباب بيمارسوه وبيؤدي إلى جرائم بكل ما تحمله الكلمة من معنى. علمنا الجليل فضيلة الدكتور السيد عبد الباري الذي أرحب به، أهلا وسهلا مجددا، أوضح لنا الحقيقة خطورة غياب الوازع الديني ودور الأسرة في هذا الأمر والتنشئة وما إلى ذلك. لكن خليني بقى أسأل فضيلتك دكتور سيد، يعني والمراجعة الأسرية، المراجعة يعني أنا يعني الأحب إلي والتربية والقيم والسلوك بيقول كده الإنساني والديني، إن الوالد جلوسه بين أبنائه ولو كان صامتا فيه ما فيه من التربية وعمق الأثر. يعني ممكن الوالد يشتكي أنه بيرجع مرهق وما عندوش وقت كافي، وأنه يعني الحياة صعبة عليا في توفير النفقات لا عد إلى بيتك واجلس مع أولادك. أقول لفضلتك مفاجأة، هي المشكلة مش في الأب ولا في وقته، هي المشكلة في الأولاد اللي بيرفضوا يقعدوا. فضلتك كنت بكلمنا قبل الفاصل عن فكرة الخصوصية والانعزال، كل واحد قاعد ماسك التليفون أسير هو أنا أقول هذا مش قادر. يعني الحقيقة كتير لا، احنا قلنا المبالغة في الخصوصية. حضرتك له خصوصية والبنت لها خصوصية، حال بلوغها وحال مراهقتها، لكن ليه ما بنجتمعش على الطعام؟ وده خلق نبيل أصيل وعادة مصرية كريمة لها أصولها الشرعية. الأسرة تجتمع على الطعام، فالاجتماع على الطعام بيحصل دردشة، بيحصل سؤال مين أصدقائها، مين صديقتها، مين طريقة التفكير، أين وصلت. الإنسان بيجمع يعني تجتمع لديه معلومات عن أولاده وعن أهله وعن أسرته، يوجه. مش ضروري التوجيه يبقى آني، ومش ضروري يبقى التوجيه بالأمر،
والإلزام والقهر، لا، إلا هيفلت منك الولد والبنت ويروح يحكي لغيرك. ما هو احنا بنقع ليه في الابتزاز؟ إن أنا مش لاقي حد يسمعني ومش لاقي حد أعمل له فضفضة إنسانية، فبضطر اروح للفاتح لي دراعاته اصدقاء السوء بقى والصاحب هو هنا بقى. فاحنا من ضعف من ضعف الرقابه الاسريه والتفكك الاسري او الانشغال الاسري هيطلع على طول اصدقاء السوء على طول اللي هيتخطفوا اولادنا من ايدينا. صحيح. يتخطفوهم بحجه وبغير حجه. والنهارده ممكن يبقى صديق السوء ده كمان غير مرئي، ما انا مش عارف هو مين اللي ورا الجهاز. أنا يعني كان زمان صديق السوق ده معروف، حضرتك نشأت معنا في القرية وفي البلد وفي الحي اللي بيقف على الناصية شوية، اللي بيشرب السيجارة، اللي بيكلم كلمة يعني شوية خارجة عن الحدود واللياقة، هو ده صديق السوق. لكن دلوقتي أنا مش عارفه كمان، أنا مش عارف الأكاونت بتاعه، مختبئ خلف الكيبورد زي ما بنقول يعني. هل هذا الصديق بقى حقيقي؟ هل هذا الصديق ده ذكاء اصطناعي؟ هل ده من أعداء الله ورسوله والأمة؟ هل ده من يعني كان بيحصل استقطاب لكتير من الشباب من قبل جماعات الإرهابية؟ ما حضرتك جماعات التطرف والعنف والانحلال الأخلاقي والتفسخ القيمي، كل ده بيجي نتيجة صحيح يعني وسائل التواصل، وهذه الوسائل أنا أعطيتها كلي، فطبعا هيبقى ايه الموضوع؟ كمان بيصيب الانسان بالتوحد، يصيب الانسان بالعزله الشعوريه عن المجتمع، لا يشارك في قضايا وطنه ولا هموم امته. صحيح. ولا كمان المحيط به يعني امه ولا اسرته مجتمع. ولا امه ولا والدته يعني ولا والده ولا اخواله ولا اعمامه، ما فيش بقى ما فيش اللحمه الاسريه، ما بيحصل عندنا جفاء في الاسره، بيحصل عندنا غلظه في التعامل. وربنا بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. بقت دعوات الافراح دلوقتي على طريق الانترنت، وانا بقول للناس انتوا كمان مكشوفين، انت على الهوا يعني، هو فاكر نفسه انه بيصور نفسه، لا، العالم كله شاف صورتك، العالم كله اطلع على كلمتك، العالم كله قرأ الآن، اجهزة العالم كلها ودول العالم كله، المحب والمبغض بيحلل كلماتك وبيحلل الفاظك وبيحلل تعبيراتك وبيحلل افكارك، ويدخل لك بقى من المداخل الشيطانية دي. صحيح. سيدنا علي قال كده، فلا تصحب اخا الجهل واياك واياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين أخاه. يقاس. صحيح. المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. صحيح. لا فضة فوق يا دكتور سعيد. خلينا مجددا نوضح لمشاهدينا الكرام حكم الابتزاز بشكل عام والابتزاز الإلكتروني بشكل خاص. ما هو الابتزاز ده إيذاء، وأنا قلت لحضرتك أن الشريعة بتعطي القواعد العامة والتفاصيل منوط بها الفتوى في القياس. فلما تقول لي القرآن يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، شفت تعبير القرآن؟ إيذاء، إيذاء جسدي معنوي، إيذاء عاطفي، إيذاء نفسي، يصل الحد بالإيذاء إلى أن الإنسان ممكن ينتحر، يقتل نفسه بالبطيء، ينزوي عن المجتمع، يصاب بصرع والعياذ بالله. والذين يؤذون المؤمن بمجرد كلمة أو تهمة ألصقت، لأنه معنى أنه ابتزه معنى أنه هدده، معنى هدده يعني أوشك على نشر شيء لا يليق. طبعا الإنسان ده لو كان ارتكب هذه الأحموقة عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يصارح المجتمع، وعليه أن يصارح أهله المقربين لعلاج الأمر. طب ولو ما ارتكبش، يبقى الإنسان ده عنده الإنسان اللي هو المبتز ده عنده مشكلة دينية، وسيدنا النبي كان يستعيذ بالله من أمثال هؤلاء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الرجال وضلع الدين. مغلوب، شوف سيدنا نوح يقول ربي إني مغلوب فانتصر. فالمشكلة هنا تكمن في إنه إيذاء والعياذ بالله. قال بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث عجيب قوي، بيحذر لمن كان يعني له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله أو ولو في بيته والعياذ بالله. هنرجع لفضلتك تاني بعد قليل. فضلة الدكتور سيد، نستأذن فضلتك ومشاهدينا الكرام في هذا الفصل، ثم نعود لنستكمل هذا الحديث المهم عن خطورة الابتزاز بشكل عام وبشكل خاص الابتزاز الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى نقمة بدلا من استخدامها كنعمة الحياة. ابقوا معنا. عدنا إلى حضراتكم مشاهدينا الكرام، نتحدث عن الابتزاز بشكل عام، الابتزاز الإلكتروني عبر يعني
مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل خاص، خطورتها، حكمها من ناحية الشرعية كما أوضح علمنا الجليل فضيلة الدكتور سيد عبد الباري. لكن عايزين نعرف كمان الحالة النفسية اللي المبتز بيكون فيها، واللي بيتعرض لابتزاز بعض ضعاف النفوس الحقيقة أو الخوف من مجهول أو من فضيحة، ربما مش بس يلجأ إلى وحدة أو انزواء، ده ربما يلجأ إلى إزهاق روحه. إيه السبب؟ نتوجه بالسؤال إلى الدكتورة رشا الجندي، مدرس الصحة النفسية بطب بني سويف الموجودة معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا دكتور رشا. ألو؟ طيب، حتى تعود الدكتورة رشا الجندي مجددا. إذن الحكم الابتزاز بياخد يعني موقف واحد، ولا كل حالة لها حكم شرعي وهو تحريم؟ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. لا خلاص، موضوع مجدد. يعني حضرتك لمجرد إلقاء يعني الترويع في نفس الإنسان ده كبيرة من الكبائر. ولذلك فقهاء المسلمين يقولوا كده: من أحب الإشاعة ولو لم يشع ولو لم يذع لمجرد حبه عليه النكال وإن كان صادقا. يا سلام. حتى ولو كان في ذلك صادقا لابد أن ينكل به. طيب دكتور رشا، رجعت لنا تاني دكتور سيد، تأذن لي دكتور رشا الجندي. مساء الخير يا دكتور رشا، أهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. بنتكلم في الحلقة ومع علمنا الجليل فضيلة الدكتور السيد عبد الباري عن خطورة الابتزاز الإلكتروني. الوقت البعض الشباب اللي بيقوموا بهذا النوع من الابتزاز، والبعض اللي بيتعرض ليه سواء كان شاب أو فتاة، قد يلجأ إلى إزهاق روحه حتى دكتورة رشا. يعني اللي بيقوم بالابتزاز أو اللي بيتعرض لابتزاز علميا طبيا صحيا، هنا ايه الحاله؟ يعني هل في تفسير علمي لهذا الموضوع؟ طيب خليني اقول لحضرتك، احنا في علم النفس لما بنعمل دراسات حاله للناس دي اللي هم بيبتزوا الناس، ما بيخرجوش بره اربع انواع او اربع اسباب. كويس. السبب الاول بيبقى اغلبه متعلق بالتربيه، لما بيجوا يربوه اهله مثلا وهو طفل او في مرحله بيتشكل وبيتكون فيها، بيبقى في نوع من انواع الاستهتار، ان هم مش بيدربوه ان هو ما يستهترش بمشاعر الناس، وان هو عادي جدا ممكن ياخد حق مش حقه، وما يبقاش فيه اي ردود افعال من اللي بيربيه او عقاب او اي حاجه. ده سبب. السبب الثاني الاسقاط، ان هو مثلا بيبقى حد اتعرض للابتزاز قبل كده وبرضه ما حدش خد له حقه، فبيكبر شويه او بتمر الايام وبيمر الوقت فبيبدا يبتز هو الاخرين. السبب الثالث بيبقى او الرابع بيبقى عقد نفسيه بتبقى موجوده عند الانسان ده من الطفوله، اتعرض لعنف، اتعرض لاي شكل من الاشكال الحاجات اللي مش طبيعيه، فبيطلع يعني هي تنشئه زي ما قلنا. يعني أنا خليني تسمح لي لو أشير ليك بواقع أنا مش نسياها، اتعملت فيلم وثائقي في فرنسا إن كان في حد بيقتل البنات، فلما جم عملوا معاه وسألوه في الفيلم الوثائقي أنت كنت بتختارهم إزاي؟ شوف حضرتك قد إيه العقد النفسية بتفرق. قال لهم أنا كنت بختار اللي عندهم طاقة إيجابية، حس إن هم ماشيين مبتسمين وفرحانين وعندهم طاقة إيجابية، لأن الدنيا دي وحشة حلوة ما ينفعش نكون فيها عندنا طاقة إيجابية. فالعقد النفسية مرات لما ما بتتعالجش بتخلي البني آدم ينتقم من المجتمع. طيب اللي بيتعرض لابتزاز يا دكتور رشا، أحيانا ردود الأفعال بتكون مختلفة، بس بعضهم بيصل إلى حد إزهاق روحه، ممكن حد ينتحر أو يقتل نفسه يعني. مظبوط. بص هقول لحضرتك، هو دايما المبتز في مواصفات في الضحية، يعني دايما بيختار قليل الخبرة سواء كان ولد أو بنت، وبيختار الشخصية الضعيفة واللي خايفة اللي قلقانة اللي بتتعامل معاه، وهو يحس إن المشهورة أو قلق أو إن هي مفيش حد ساند اللي بيتم ابتزازه، ده بيزود المبتز في ابتزازه. لكن لو لقى حد وقف له قوي وخد اجراء قانوني، او لقى حد مثلا صحيح.
في حد في ظهره واقف له وايه اللي بتعمله ده، يعني لا حد قوي بيتعامل معاه بيتراجع عن ابتزازه. صحيح. لان هو المبتز في الاول وفي الاخر شخصيه هشه. صحيح صحيح. وشخصيه جواها مشاكل نفسيه وبيرتكب جريمه وبيقع تحت آلة القانون وفي قوانين وجهات يعني كثيره في البلد مهتمه بهذا النوع من الجرائم. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذتنا الفضله دكتوره رشا الجندي، يعني استشاري الصحه النفسيه بكليه طب بني سويف. عفوا هناخد علي عنده سؤال لفضيله الدكتور سيد عبد الباري قبل ما نسمع تعليق من فضيلته. اتفضل يا استاذ علي. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. انا بصراحه كنت محرج جدا يعني اتواصل في البدايه واسال السؤال ده، لكن لقيتها برضو فرصه يعني يمكن اقدر اعرف من خلالها الاجابه. يعني انا كنت مرتبط قبل كده بس الامور بيننا ما كانتش افضل حاجه يعني، فبصراحه هي سابتني مع الوقت ما كملناش وكده، وعرفت بعدها يعني انها كانت ايه ارتبطت يعني بحد تاني وبعدين حصل اتجوزه، فانا كنت متضايق جدا بسبب الموضوع ده. فبصراحه كده انا تواصلت معاها وكلمتها وقلت لها ان انا يعني بشكل او باخر هكلم جوزها، يعني اللي هو انت يعني لو انا برد ليها اللي هي عملته معايا يعني. فقالت لي تمام اعمل اللي انت عايزه. فبصراحه انا كلمته في الوقت ده وقلت له كلام يعني انها كانت مرتبطه بيا وان كان في علاقه ومع الوقت عرفت ان حصل مشاكل ما بينهم والامور يعني كانت كبيره. فانا بس سؤالي هل انا كده ده يعني تحت يعني او يجي تحت بند الابتزاز؟ وازاي اكفر عن الذنب ده اللي انا عملته؟ شكرا يعني. يا علي. اتخطاه كمان وشكرا جزيلا. شكرا يا علي. شكرا يا علي. لا وعنده علي شجاعه واحساس بالذنب بس طبعا. علي ما عملتش ابتزاز يا علي، انت يعني على راسي طبعا وربنا سبحانه وتعالى قال انما التوبه على الله الذين يعملون السوء بجهاله، والجهاله هنا يعني شهوتك ونزوتك غلبت تفكيرك وغلبت عقلك. الانانيه ازاي حد ياخد مني خطيبتي او فتعمل حاجه كده مش لائقه، بس ده يا علي من باب الفساد في الارض وده افساد في الارض الحقيقة يا علي. أنت أفسدت الأسر وقطعت الأواصر والأرحام، تكفر عن ذلك بأنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ولو عرفت بطريقة أو بأخرى تصلح ما أفسدت يبقى جزاك الله خيرا، عن طريق بقى أنك تتصل بهذا الإنسان الزوج أو عائلته أو حد من أقاربه، وإنك تعمدت هذا التشويه للإفساد يبقى أنت كتر ألف خيرك وربنا سبحانه وتعالى يتقبلك إن شاء الله. لكن اللي حصل ده ده فساد في الأرض، وده اللي احنا بنقوله للناس انه يا جماعة ما تأمنش لنفسك في العلاقة أبدا مهما كانت العلاقة، ولا تأمن انك تظهر على مثل هذه المواقع بصورة تخجلك فيما بعد حتى ولو كانت صورة مشروعة. يعني واحدة بتتصور مع والدها، صحيح البعض بيستخدم الصور دي الحقيقة، واحدة بتتصور مع أخوها، واحدة بتتصور مع أختها، فبنعمل حركة معينة ربما بعد 10 سنين من النهاردة الصورة دي تبقى عورة أمام المجتمع تبقى غير لائقة. طب ما نحتفظ بالصور دي لنفسنا. صحيح. وليه حضرتك الواحد يبقى مشاع؟ هو دي المشكلة. ليه ما بنحافظش على أسرار أنفسنا؟ وسيدنا علي كان يقول كده أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون قصيمك أو بغيضك يوما ما. أنت ما أنتش ضامن العلاقات، ربما تنقلب الصداقة إلى مضرة وهو أعلم بالمسألة. تبقى إحنا الحب بالراحة والعداوة أيضا بالراحة والأمور كلها في جانب التوسط والاتزان والاعتدال. نصيحتي لكل أبنائنا وبناتنا إذا فعلت ما يخجلك بسرعة باشر الأمر مع أقرب الأقربين إليك من أهلك لتتخلص من هذه المشكلة، وليكون معك حائط صد. أولا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأنك يعني بين يديه أن يخلصك من مثل هذا، وبعدين تصارح بعد ذلك مش قادر مع والدك مع أخوك، مش قادر مع أختك مع والدتك، المهم أن يبقى معك سند وظهير من الخلق الأقربين الأرحام اللي محدش بيحبك قدهم، ولا تسمح لنفسك بعد ذلك بالانزواء والانطواء لئلا يسيطر الشيطان على عقلك. عظيم. ولئلا تغلبك نفسك الأمارة بالسوء. بعض الناس اللي بتمارس الابتزاز ربما يمارسه ضد شخص هو شايف من وجهة نظره انه شخص مؤذي شر، فهو بيبتزه ليمنعه عن إذاء الناس. ده نقدر نقول انه شيء محمود ولا لا؟ برضو لا مرفوض. لا 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 يبرر هذا. كله لا يبرر يا استاذ شريف. حضرتك العداوة والبغضاء والشحناء ليست من قبيل السلوكيات السليمة. والاستاذتنا الدكتورة رشا لما اتكلمت عن انه اما الدلع زايد عن اللزوم للولد، واما انه كان عنده صفات انتقامية لمشكلة حصلت له. كل ده فقدان للتربية الأسرية وفقدان للوازع الديني في المساجد.
احنا عايزين نعلم الناس ولا تجسسوا. نعم. سيادتك الموبايل بتاعك محطوط جنبي، انا لا يمكن اضع عيني فيه، لربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. فانا لا يمكن ابدا يعني ادخل على خصوصيات الخلق، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بذلك، امرنا بحفظ خصوصيات الخلق. نعم. وعدم انتهاك حرمات الناس. والاصل في الشريعه ولا تجسسوا ولا صحيح. يغتب بعضكم بعضا. الاصل في الشريعه يا معشر من امن، ولما يدخل الايمان ايه قلبه. الاصل في الشريعه ان الانسان يحتفظ لنفسه بالسر والبر، ويحتفظ للاخرين بخصوصياتهم. لكن المساله تبقى مشاع كده، دي مشكله كبيره خالص، مشكله. انا يعني مش عارف اشكر فضيلتك ازاي. بنسعد دائما يوم الاثنين من الايام المميزه ربنا يديم على اولادنا واولادكم الستر، ويديم على مجتمعاتنا العافيه، ويديم علينا يعني الفهم والنصح والارشاد. انا بشكر فضيلتك، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور سيد عبد الباري. تأذن لنا، احنا كنا طرحنا سؤال على مشاهدينا الكرام كالعاده في بدايه الحلقه، يعني لنشاركهم كده جزء من الثقافه الاسلاميه. سالنا عن ما هي الصورة التي تمثل أو أطلق عليها لقب قلب القرآن. الحقيقة زملائي هيقولوا لي على بعض الأسماء اللي توصلت لي الإجابة الصحيحة، هي طبعا سورة ياسين يا دكتور طبعا سيد. طبعا يعني طبعا. الأستاذ حسام يسري، والحاجة أم حسام، نورة رجب، والأستاذة هدى سعيد، الأستاذة زينب، الأستاذة نورة صلاح. في جوائز صبري. ولا مجرد ال نعم يا دكتور، مجرد ان احنا يعني بنقول اسمائهم على الهواء؟ احنا بنشكرهم. بنشكرهم كل يعني الجميل انه كل مشاهدينا اللي احنا بنقول اسمائهم دول توصلوا الاجابه الصحيحه، وشاركونا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الموقع إيه؟ الخاص بي او الصفحه الخاصه بقناه الناس يعني. فاحنا الحقيقه بنحييهم وبنشكرهم يعني. شكرا. يعني انا بشكر حضراتكم ايضا على حسن المتابعه، ومجددا الشكر جزيل وموصول لي يعني جزيلا. كل عام وانتم بخير والمشاهدين بخير جميعا. ربنا يبارك فضلك. بكره ان شاء الله عندنا حلقه قبل هذا الموعد بساعه من برنامجنا مع الناس. نسعد دائما بصحبه حضراتكم. دمتم في امان الله ورعايته، والى اللقاء.